يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم وما زلتم تذكرون أنه لا بد من اتباع طريقة السلف في الأسماء والصفات وأن نذكرها بألفاظها، لكن هل هناك ضابط نعرف من خلاله من خرج عن منهج السلف فنبتعد عنه؟ نعم، كل الجهمية والمعتزلة كلهم خرجوا عن منهج السلف يا أخي، كل ما أهل الضلال خرجوا عن منهج السلف، وهم فرق كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.